مرحبا، اسمي وليد. أتيت اليوم لأخذك إلى عالم عجيب، عالم الفلاحة. أعدك بأننا سنستمتع كثيرا. الفلاحة في المغرب ذات أهمية كبرى، لأن بفضلها نتوفر على المنتوجات التي نستهلكها كل يوم، ثم لأنها توفر الشغل لشريحة عريضة من المغاربة. هناك نوعان من الفلاحة: الفلاحة النباتية، أي الحبوب والقطان والزيتون والحوامض والفواكه، والفلاحة الحيوانية، يعني الحليب واللحوم البيضاء والحمراء. وتجدر الإشارة إلى أن المهن الفلاحية متعددة ومتنوعة، إلا أن أهمها البستنة، الصناعة الغذائية، التجهيز الفلاحي، وتربية المواشي. هذه المهن الأربعة هي التي سنطلع عليها معاً.